مهما كان الشخص جريء، الرجل تحديدا لما يكون معجب ببنت، معجب بأنثى، بامرأة أو بيحبها، أول ما العين تيجي في العين كده تبص تلاقيه ارتبك، واللي فوق جه تحت واللي تحت جه فوق، ومتلخبط ومتنيل على عينه ما تعرفش ليه. هو ده موضوع حلقتنا، يلا بينا. مساء الخير يا أجمل ناس في الدنيا. هندخل على طول من غير مقدمة، أنا هاخد 3 ثواني بس أرحب بيكم عشان ده يعني المفروض الصح، واقول برضو للجديد الضيف اللي بينضم لنا يعرفنا بنفسه عشان انا او حد من عيلتي القدام يقوم بالواجب برضو يرحب بيه. كل رجال الابراج من ال 12 للاول، وبنقصد في حلقة النهارده يعني الحب اللي هو اللي بيبقى لسه ما فيش اعتراف، يعني بيبقى حب احنا الاتنين بنحب بعض او معجبين ببعض او هو حتى معجب بيها. يعني حلقة النهارده هتكون علامة قوية تؤكد لك الرجل ده لو بينكسف او بيتلخبط قدامك على طول وانت مطمنة طبيعته وحقيقه وصفاته تقول لك ان هو يا معجب بك يا بيموت فيك على قدر الاحراج بقى ودرجته. يعني نتوقع كل الرجال كده مع بعض اكتبوا لنا في التعليقات قبل ما نبتدي من ال 12 للاول، وحد اذكى شوية يقول لنا المركز الاول هيكون مين. المركز ال 12 مقارنة بكل رجال الابراج، اكتر رجل ممكن يتلخبط قدام حبيبته او اللي معجب بها هو رجل برج الثور الترابي. يتلخبط لدرجة انه ممكن يتجاهلها تماما. ليه؟ ما محروق، مكسوف منها، مش عايز حاجة تبان عليه ايا كان، كلها مسميات ممكن تخليها تجاهلها. تلاقي دايما من اكتر الاناث اللي تبعت لي رجل برج الثور بيتجاهلني قوي بدون سبب، اقول لها بيحبك على طول وانا مغمض. اعلى منه في المركز ال 11 اخوه في الطبيعه الترابيه، برج الجدي الترابي. نفس الكلام لما تيجي واحده تسالني تقول لي رجل برج الجدي يتجاهلني بدون سبب، اقول لها يا معجب بك يا بيحبك، المهم ان في مشاعر في قلبه تجاهك وانت مغمضه. اكتر رجال تتلخبط وتنكسف وتتحرك قدام الأنثى اللي هي شغلها أو بتحبها. نعلى كمان ونوصل للمركز العاشر هنلاقي رجل برج الحوت المائي، أيضا من أكتر الأبراج اللي بتتنيل على عينها كرجال الأبراج، يعني قدام اللي معجب بيها أو اللي بيحبها أو اللي بيحمل لها مشاعر. احنا هندخل في منطقة وسطى بقى، لما نعلى كمان شوية هندخل في منطقة وسطى عشان نلتقي برجل مائي آخر. ولكن دايما بقول لو شايفين الحلقة ممتعة مفيدة دوسوا لايك عشان توصل لأصدقائنا، غير كده دوسوا ديسلايك وقولوا لي السبب، انتوا ضميركم بقى. المركز التاسع رجل برج السرطان المائي، أيضا ممكن يلجأ لحيلة التجاهل حاله حال اخواته من الرجال اللي سبقوه. لما يحب أوي 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 ممكن يتجاهل أوي أوي أوي، وأيضا من العلامات القوية اللي تدل إن هو معجب بيكي أو مهتم بيكي الكسوف، اللخبطة، الربكة، الارتباك، التجاهل. ممكن نعلى أكتر ونخش في الجد أكتر وأكتر، هنلتقي دلوقتي برجل ترابي آخر في المركز الثامن عشان ننتهي من العائلة الترابية تماما لما نلتقي برجل برج العذراء الترابي في منطقة وسطى. ممكن تلاقي عليه خجل وتجاهل وارتباك، ولكن مش زي بقى اللي سبقوه، ما هو الموضوع بدرجات، ومش زي رجال القمة، لأن رجال القمة لما هنوصل لهم وبلا فخر دلوقتي وهتلاقوني ممكن واحد منهم، يعني هتلاقوا ما عندهمش حتة الارتباك دي مقارنة بغيرهم. وكل الرجال ممكن قدام اللي بتحبها تضعف وترتبك، انما الموضوع بدرجات. وانا دايما بقول لما نقارنهم ببعض، دول يجوا تحت، دول يجوا في النص، دول يجوا في القمة. نعلى كمان نوصل لرجل حديدي، رجل برج العقرب المائي. وكده كمان بننتهي من العائلة المائية والترابية تماما، وفاضل حبايبنا الهوائيين والناريين. رجل برج العقرب بيتربع على عرش المركز السابع، نقدر نقول ان هو في منطقة وسطى. التجاهل او الخجل بتاع رجل برج العقرب ما بيبقاش واضح قوي في شخصيته زي الرجال اللي سبقته، بيداريه، بيغطيه، بيدهوس عليه زي ما احنا بنقول، او بينقل نفسه ويتحكم في احساسه وبيخلوش يبان عليه قوي. ولكن ممكن يلجأ للتجاهل في الموقف اللي زي ده، ويكون من احد اسباب التجاهل القوية عنده الخجل الشديد والارتباك الشديد قدام محبوبته أو معشوقته أو اللي معجب بيه. نخش في الجد أكتر ونبعد، ومش نبعد بقى، ندخل في موضوع حلقتنا أكتر وأكتر عشان نلتقي برجل برج الميزان الهوائي اللي في المركز
السادس بدأنا ندخل في الأبراج اللي ما بيبانش عليها قوي مقارنة بغيرها، بدأنا نطلع للقمة بقى شوية ما يبانش عليهم قوي زي إخواتهم التانيين اللي سبقوهم. يعني أنا عاكس الترتيب المرة دي، يعني جايب من الأكثر للأقل، كنا كل مرة بنجيب من الأقل للأكثر، يعني نوع من الاختلاف كده. وقولوا لي بتحبوا أني أو أكتر نوع يعني أكتر من غيره. المركز الخامس رجل برج الدلو، عشان كده نبعد بقى عن موضوع العنوان بتاعها، لقيتنا من الرجال اللي ما يبانش عليها قوي، ما يبانش عليها قوي الخجل قوي، حتى لو بتحب قوي مش ملحوظة قوي في شخصية الرجل ده. في المركز الخامس، أعلى منه في المركز الرابع برج الحمل، ممكن بمقدار بسيط أو بشيء بسيط على رجل برج الحمل، ولكن في الوهلة الأولى بعد كده بتحس إن هو الخجل مش موجود في شخصيته، الارتباك مش موجود في شخصيته إذا قارناه بغيره من الرجال في مواقف الحب اللي أنا دايما بقول أي رجل بيحب هيكون عنده نوع من أنواع الارتباك، ولكن الموضوع بدرجات أعلى أكتر وأكتر. في المركز الثالث رجل برج القوس الناري، نبعد عن موضوع حلقتنا اكتر، ايه رأيكم في طريقة الترتيب دي ولا اللي فاتت؟ قولوا لي في التعليقات. نبعد عن موضوع حلقتنا اكتر مع رجل برج القوس الناري، ايضا من الرجال اللي الخجل قدام حتى حبيبته مش واضح ولا ملفت زي الرجال اللي سبقته او اللي جت في القاع اللي احنا ابتدينا بيه. نخش في الجد اكتر واكتر، رجل برج الأسد الناري بيتربع على عرش المركز الثاني، بين واحد من أكثر الرجال اللي مش ممكن يبان عليها خجل أو اضطراب قدام اللي بيحبها أو اللي معجب بيها إذا قارناه بغيره من الأبراج، بينما متصدر رجال الأبراج هو رجل برج الجوزاء الهوائي. مش من العلامات اللي تؤكد لك ان رجل برج الجوزاء بيحبك او معجب بك الخجل، لان دي مش موجودة في شخصيته، وان وجدت يبقى تصنع. احنا كده ده بعدنا خالص، رحنا لأبعد نقطة بعيدة عن موضوع حلقتنا لما نوصل لرجل برج الجوزاء، ما فيهوش الحتة دي، ما فيهوش النوع ده، ما فيهوش الصفة دي. رجل برج الجوزاء هو أقل الرجال اللي ممكن يبان عليها حاجة زي كده، حتى لو بيحب أنثى، حتى لو معجب بأنثى. زي ما قلنا بدأنا من الأكثر للأقل، كنا بنبدأ من الأقل للأكثر. اكتبوا لي آراءكم لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم، بتعرف عليكم من خلالها. عندنا قناة للفضفضة بنحل مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، وقناة تانية للكورة، الانستجرام، الفيسبوك، عندنا لايف باستمرار بنرد على أسئلتكم وبندرس بأنسة. زي ما قلنا بدأنا من الأكثر للأقل، كنا بنبدأ من الأقل للأكثر. اكتبوا لي آراءكم لأن أنا بقرأ كل تعليقاتكم، بتعرف عليكم من خلالها. عندنا قناة للفضفضة بنحل مشاكلكم وفيها دروس مستفادة، وقناة تانية للكورة، الانستجرام، الفيسبوك، عندنا لايف باستمرار بنرد على أسئلتكم وبندردش مع بعض. الرابط دي في وصف الفيديو أول تعليق، يا ريت تنضموا لنا وتشتركوا فيها، تشرفوني طبعا، احنا كلنا عيلة واحدة، هتوحشوني وإن شاء الله نلتقي.